اتعزمت من مغاربه وهم ما يعرفونيش عشان بس من مصر بجد يعني. وانا بشكرهم وانا بالفعل يعني اضم صوت انا عايش يعني. بقى لي 6 سنوات بالفعل يعني هذه هذا هذا التعامل الراقي جدا. يا جماعه ممكن نضم كاس ونشجع مع بعض اتفضل وانا بالفعل يعني التعامل الراقي من الشعب المغربي اولا ومن المغربي اللي جاي جميل يعني فوق الوصف يعني الرقي في التعامل الاداره اخوه يعني هنا بصراحه بيتعاملوا ما احنا حتى شرطة. مش ان احنا جايين نشجع من بلد تاني ولا احنا من مصر كلنا بلد واحد احنا ما طلعناش من مصر تمام انا النهارده نازل البلد ووقفت سواء تاكسي ولما عرف ان انا من مصر والله ما رضي ياخد فلوس لا كاين يعني موجوده بالمغربي رحنا زياره لمكان اسمه عندي يعني مشهور هنا والله احنا ومشي حيتو بيسين وقف راي نزل لصاحب المطعم عايز يعزمنا كلنا كرامة للضيوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعينا الأعزاء أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتنا وقناتكم اللبات تي في. وبعد ما نزلنا فيديو أو أكثر من فيديو عن السلبيات اللي شفناها من بعض وقلة من الجماهير المصرية التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال المصريين أو الجماهير الحقيقية للشعب المصري ولا تمثل الشعب المصري كامل، هذه قلة قليلة من الشعب المصري وانتقدناهم بحيادية شديدة. دعونا في هذا الفيديو نبرز لكم حقيقة الشعب المصري وحبه للشعب المغربي وماذا قيل من المصريين المثقفين. هذا هو الشعب المصري الحقيقي، ماذا قال عن المغاربة وعن المغرب وعن الاستقبال وقبل وبعد المباراة، ماذا قال عن نادي الوداد. دعونا في هذا الفيديو نبرز لكم هذه الوجوه التي استطاعت أن تمثل مصر تمثيلا مشرفا يليق بجمهورية مصر العربية وتعرف معنى وقيمة تمثيل مصر داخل أراضيها أو خارجها وتعرف أيضا من هي المغرب ومن هو الشعب المغربي. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تظل العلاقات المصرية المغربية في وئام ومحبة وتقدم دائما، لأن مصر والمغرب دولتين كبار، دولتين ذات تاريخ، عاشوا حضارات كثيرة وعندهم تاريخ ليس بالقليل. فأتمنى أن تظل هذه العلاقات الأزلية متميزة بين هاتين الدولتين الكبيرتين. وأسيبكم مع أجمل ما قيل من الجمهور المصري ومن الشعب المصري الحقيقي وأجمل ما قدمه لنا الشعب المغربي الحبيب. أهل المغرب واستقبالهم وترحيبهم وضحكتهم الحلوة وإحنا أخوات من غير حاجة. أنا مبسوط بالشعب المغربي، شبهنا، ناس شبهنا، ناس زينا، نفس طبيعتنا، نفس كرامنا. ناس جميلة جدا، ناس جميلة جدا والله العظيم، شعب جميل جدا وبيحب مصر وإحنا أخواتنا يعني. في بيتنا وفي بلدنا. بون شانس لينا كلنا إن شاء الله. والله لو أعرف إزاي. تنظيم واستضافة ما كانش أحسن. وبلدكم جميلة وإن شاء الله ننتظركم في مصر بإذن الله. هو أحسن حاجة في الموضوع كله أهل المغرب واستقبالهم وترحيبهم وضحكتهم الحلوة وإحنا أخوات من غير حاجة. أنا لسه واصل النهاردة الصبح ما شفتش أي مشاكل بصراحة، كله كويس إن شاء الله يتمشي على خير برضو بعد الماتش. أنا أهلاوي ووداد بجوج ولكن مشي رجاوي. المغرب بلاد زينة ما كانش محسن من داكش. شكرا. الأمان، الضيافة، الكرم، يشوفونا مصريين كيدخلونا النيشة ما توقف تشد الصف ولا والو. بس أنا بنوه لحاجة، الحمد لله استقبلونا استقبال كويس هنا في المغرب، فعلا حاسسونا إن إحنا في بلدنا التاني الحمد لله. ربنا دايما المغرب في امن وامان ومصر في امن وامان ودايما مصر والمغرب اخوه. وعلى فكره الحمد لله المغرب اصهاري متزوج من دكاله وشرف ليا طبعا. اصغر اهلاويه جايه تقول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الكاس هيبقى اهلاوي ولو ودادي برضو فوق راسنا من فوق. شكرا. Thank you.
دون المستوى النهارده، اللعيبه في في في, في بره تركيزها تماما. احب الاول ابارك للوداد، الف مبروك، شعب محترم وحكومه محترمه، استقبلونا احسن استقبال، سهلوا لنا كل حاجه، الف مبروك للوداد. اليوم ما كناش موافقين يعني النهارده في المباراه، وما عدناش يعني بالشكل المطلوب ان احنا نكون على يعني زي ما تعودنا من الاهلي ان احنا ابطال افريقيا. يعني الحمد لله على الخساره، ومبروك للوداد، فريق ادى كويس وادى يعني برجوله في الملعب. احنا ما كناش على المستوى النهارده، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن يعني باذن الله. اولا الحمد لله طبعا يعني، بس احنا الاهلي النهارده ما كانش موجود بحالته كويسه، وفريق الوداد كان النهارده كان مركز قوي في الماتش. الف مبروك للوداد، وحظ موفق للاهلي الماتش الجاي ان شاء الله. في نهايه الفيديو حابب اشكر الاجهزه الامنيه واشكر الشعب المغربي على التنظيم الرائع الخرافي، واشكر جماهير نادي الوداد الخرافيه. دخلت استادات كتير وحضرت مباريات كتير، ولم ارى في حياتي جمهور مثل جمهور نادي الوداد المغربي. فعلا تنظيم رائع، الامن ادى ما عليه واكثر، الشعب المغربي استقبلنا كمصريين باحسن استقبال، افضل استقبال، الكرم والاخلاق والضيافه اللي معهودين ومعروفين عن الشعب المغربي. فعلا شرفتوني كمصري بعيش في المغرب، شرفتوني قدام ولاد بلدي وكلي اصول مغربيه. فعلا والله العظيم ثلاثه شرفتوني، وانا تشرفت وبتشرف دائما اني بعيش في وسطيكم في هذه المملكه الكبيره والغاليه. واحب في النهايه اقول ان نادي الوداد استحق البطوله، اداره ولعبا وفنيا واخلاقيا وكل شيء، في كل شيء، في كل شيء فعلا استحق. يكفي انه فاز على نادي الزمالك في هذه البطوله ذهابا وايابا، وفاز في مصر في عقر داره وبحضور جماهيره، ولم يهب الجماهير وفاز عليه، وفاز ايضا هنا، وفاز في النهائي على النادي الاهلي. شكرا 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 الشعب المغربي الحبيب، شكرا الاجهزه الامنيه، شكرا كل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفاليه الرائعه وهذا النهائي الرائع. والف الف مليون مبروك لنادي الوداد الذي استحق عن جداره هذه البطوله. شكرا لبطل افريقيا الجديد، شكرا للزعامه المغربيه الافريقيه حاليا، شكرا لكل الشعب المغربي الحبيب.